بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مع قناة إيزي ماس. عندي لغز، اللغز ده عشان أحله المطلوب مني إن أنا أحرك وعود واحد من مكانه وانقله إلى مكان آخر. تعالوا كده نشوف المسألة اللي قدامنا. 65 زائد 3 بتساوي 66. طبعا 65 زائد 3 بتساوي 68، مش بتساوي 66. اللغز ده انا اقدر احله بحركة واحدة، ان انا احرك عود واحد فقط من مكانه وانقله الى مكان اخر. هديك 10 ثواني عشان تحاول توصل لحل اللغز. يلا نبدأ. فاتت 10 ثواني، يا ترى قدرت تعرف ايه هو العود اللي انت هتنقله من مكانه لمكان اخر عشان نحل اللغز ده؟ بالتأكيد هو العود ده. العود ده انا لما انقله هنا يبقى انا الخمسة تحولت لتلاتة. نقرأ بقى المسألة بتاعتنا، بقت 63 زائد 3، وبالفعل 63 زائد 3 بتساوي 66. لو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم على خير مع فيديو جديد ومعلومة جديدة مع قناة ايزي ماس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.